في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء والتي لم تغب يوما عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت فصنعت مجد وطني. Thank you.
سنحرص من خلال تشاورنا وتواصلنا المستمر مع المنظمات الأممية أن نروج لمخرجات هذه التجربة على قرار تجربتنا في تطوير جائزة وطنية تهدف إلى تشجيع مؤسسات العمل على تقدم المرأة واستدامة عطائها.